السلام عليكم، معاك اسلام من ايزي انجلش. في ايزي انجلش اخترعنا لك طريقه هتخليك تتكلم انجلش بطلاقه في 6 شهور. بمعنى ايه؟ هنعرض لك كل يوم مشهدين من فيلم. المشهد الاول هنشرحه والمشهد الثاني هيبقى هوم ورك. في المشهد الاول هتسمعه 10 مرات وبعدين هتكتبه. هتكتب كل الكلمات الصعبه اللي انت مش عارفها. وهنيجي بقى لاهم خطوه، هي فكره ان انت هتعيش في الدور، هتتقمص شخصيه الممثل بالظبط، هتعيش بنفس الاحساس. لو الممثل قال الجمله هو زعلان، انت كمان هتقولها وانت زعلان. لو الممثل قال الجمله هو فرحان، انت كمان هتقولها وانت فرحان. مثلا لو الممثل بيطرد واحد من المكتب فبيقول له اطلع بره، فبيقول له كده get out of here، فانت لما تيجي تمثلها هتمثلها بنفس الاحساس، فهتقول كده get out of here، بمعنى ان انت هتدخل جوه الشخصيه. وهو ده الاختراع اللي هيخليك مستحيل تنسى الكلمات في حياتك، لانه دخل جوه عقلك الباطن، ولانك كمان شفت صوره مش مجرد جمله. الخطوه الاخيره ان انت هتسجل لنفسك فيديو وانت بتقول نفس الجمله، وبعدين هتقارن بين الفيديو الاصلي والفيديو اللي انت عملته وتشوف انت غلطت في ايه وما تعملوش بعد كده. لو خلصت فيلم بالطريقه دي اضمن لك بنسبة 100% هتتكلم انجليش بطلاقة في 6 شهور. ولو ده ما حصلش تعال اقول لي انت بتتكلم غلط. ودلوقتي جاهزين تعيشوا في الدور؟ يلا بينا. I'm retired, Oliver. You fired me. 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 دلوقتي وصلنا لفقرة الواجب. هنسمع مشهد وهطلب من حضراتكم تكتبوا لي في الكومنتس الممثلين كانوا بيقولوا ايه. جاهزين؟ يلا بينا. We need to break up. We need to break up. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى أكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط إنكم تحسنوا الإنجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video. Easy English. عيش في الدور وهتتكلم English في 6 شهور.